الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل، منه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تحية لكل متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء عبر قنوات دبي ريسينج في متابعة أحداث هذا اليوم من السباقات. هنا انطلاقة سن اللقاية لهجن أبناء القبائل الذي ينطلق في الأسبوع الثاني من انطلاقات هذه المكرمة، مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. البداية الأولى لانطلاقات النشاط في هذا الموسم، موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة، والذي يأتي دائما بالتوجيهات الكريمة والسامية لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. واهتمام كبير بهذه الانطلاقات هنا في هذا الميدان وفي كافة الميادين لهذه السباقات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله. تحية لكل متابعينا الكرام، يوم جديد من المنافسة وانطلاقة أول أشواطنا في هذا الصباح الذي يحمل هنا الإبكار المحليات الأصايل من سن اللقاية لهجن أبناء القبائل في هذه المنافسة التي تدور رحاها هنا على مدار 4 كيلومترات و16 شوطا ستكون حاضرة في منافسات هذا الصباح. يوم رياضي مميز، بدأ بالانطلاق، بدأ بالمنافسة، بدأ بالتحدي، بدأ بالإثارة. نتمنى التوفيق لكل المتابعين ونتابع بعد أن كانت الانطلاقة الأولى في هذه اللحظات إلى المراكز الأولى. المركز الأول شاهينية أو التغيير لربشة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيلي اللي انتقلت للمركز الأول، بينما المركز الثاني الشاهينية ناصر بن أحمد بن مهنا المحرمي هناك انتقل المركز الثالث، والخور على المركز الثالث راشد بن عبد الله بن خليفه المسافري، بينما رابعا تاتينا غزر خميس بن سلطان بن خميس الوهيبي انتقل للمركز الخامس ليتابع التنافس على ارضيه هذه التحديات. الوثبه الزفن بن مسلم بن الزفن العامري في المركز الخامس، وسادسا هو التواجد لانطلاقه هملول محمد بن الدحبه بن قنازل العامري. انتقلنا الى المركز السابع لمتابعة وديان هادب بن مسلم بن الزفنه العامري، وهناك على المركز الثامن في هذه الأسماء المتميزة متعب محمد بن سالم بن محمد بن عايد الاشتبيام. المركز التاسع إلى شواهين علي بن سهيل بن خيرة بن عيضة العفاري، والمركز العاشر مع هذه الأسماء التي نتابعها وجود الشاهيني مبارك بن رغش بن طبازه العامري. هذه الأسماء الأولى، ندانا الأول الذي يبدأ مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات. وما شاء الله نشاط البداية الأولى هنا، سلام موجه مباشرة من هذا الميدان ربشة ناصر بن حمد بن سيل بن عويضة الخيلي هالي زاخر 2 كيلو باقي أيضا من المنافسة ومن التحدي والتنافس على أرضية هذا الميدان. ربشة المراكز الأولى، ربشة من الصباح ما شاء الله وتبارك الله 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 الله، رقص ما شاء الله صباحي. وكادر علوي يحمل ايضا هذه الانطلاقات. المركز الثاني، تدخل في المركز الثاني وجود الوثبه الزفن بن مسلم بين الزفنه العامري، يا سلام يا سلام ابو مسلم. وهناك على المركز الثالث اعود الى شاهيني ناصر بن احمد بن مهنا المحرمي، هذه الاسماء التي ولكن دخولنا من خلال هذه الانطلاقات و التحديات. يا سلام اسلوب عبيد بن راشد بن عبيد بن صبح الغفلي في المركز الرابع، هذه الاسماء الاولى. ولكن نحن وين الموقع؟ الموقع نتجه مباشره الى اللوحه اللي عرفها المشاهدين والمتابعين والمحبين لكل هذه الاسماء ما شاء الله وتبارك الله. تفصيل على المقدمه وانطلاقه البدايه
وربشه ربشه ربشه 1200 للتذكير للتذكير ما شاء الله ربشه ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضه الخيلي اللي مقتحم الصداره ومباعد بالمراكز الاولى وعينه تطالع على الكيلومتر الاخير. شوف الانفراد شوف الانفراد حوالي 50 متر ايضا بينها وبين البقيه هنا في المركز الثاني القادمه بقوه اسلوب عبيد بن راشد بن عبيد الغفلي اللي بدات تتقدم اسلوب مميز من خلال هذه الاسماء. يا سلام يا سلام يا سلام المركز الثالث وصلت ايضا واحده من الشعارات المميزه حمد بن مطر بن حمد الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هذه الاسماء والنهايه هنا نقول الناموس الاول ناموس الصباح والتحديات والاثاره. اهالي زاخر اهالي زاخر يتابعون يراقبون الشاشات وخاصه عينهم على الكادر العلوي لكن هنا هجوم هجوم بدا هجوم وصلت غزر بالفعل هي غزر خميس من سلطان بن خميس الوهيبي غزر في المنافسه وغزر في التحدي وغزر في الانطلاقات. الله 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 بدأت تشكل هجوم هجوم على المركز الأول من خلال هذه الأسماء الواضحة ولكن ربشة ربشة حمد بن سهيل الخيلي. يا سلام يا سلام يا سلام ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي مع المركز الأول وهنا المركز الثاني المركز الثاني غزر خميس من سلطان بن خميس الوهيبي. يا سلام صراع ثنائي نقول ربشة ربشة غزر غزر ربشة ربشة غزر البداية البداية التهنئة التهنئة من خلال هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام التهنئة إلى حمد بن سهيل الخيلي ما شاء الله وتحية لك يا ناصر تحية لك وسلامة يا هالي زاخر سلام. المركز الثاني كانت هناك غزر في المركز الثاني خميس بن سلطان بن خميس الويبي. المركز الثالث وجود اسلوب عبيد بن راشد بن عبيد بن صبح القفلي. المركز الرابع وجود شواهين علي بن سهيل بن خيره العفاري. والمركز الخامس دخول جماعي ما شاء الله من خلال هذه الاسماء. نشوف نشوف الله يا ربشه الله يا ربشه ما شاء الله مشكور يا ابو سهيل مشكور يا ابو سهيل 58.9 من الاجزاء من الثانيه ما شاء الله وتبارك الله. انطلقت الاسماء تحمل ايضا التحدي والاثاره في ارضيه هذا الميدان. سلام يا هالي زاخر سلام ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي ما شاء الله وتبارك الله. هي المركز الثاني نذهب الى وجود خيره في المركز الثاني من خلال هذه الاسماء محمد بن عبد الله بن سالم غزر في المركز الثاني. نعم بهذه الاسماء خير محمد بن عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري اللي وصلت في المركز الثاني والمركز الثالث 5 دقائق 59 ثانية 5 من الاجزاء من الثاني. والمركز الثالث نشوف المركز الثالث تذهب به بعض الاسماء واشوف المركز الثالث هناك اسلوب هذه اسلوب في المركز الثالث في هذه اللحظات اللي اسلوب في المركز الثالث عبيد بن راشد بن عبيد بن مصبح الغفلي وهناك كانت غزر في المركز الثاني خميس بن سلطان بن خميس الوهيبي. بسم الله وعلى بركه الله تتواصل الانطلاقات تتواصل التحديات وننتقل مباشره هنا الى الشوط الثاني في اشواط هذا الصباح. نحمل ايضا فئه اخرى وانطلاقة ايضا هنا لبكار المهجنات الاصايل في هذه المشاركه والمسافه تبقى 4 كيلومترات بدايات الموسم وايضا التسخين لموسم يحمل الكثير من المتابعه والاثاره. هذا